اليوم موضوع حلقتنا يتكلم عن حملات معالجة السرطان. مثل ما نعرف انه اسم الله مرض السرطان مرض كلش خبيث ويصيب البشر وممكن انه ينهي حياته. مرض السرطان ازداد بالفترة الأخيرة وخصوصا بعد الحرب اللي صارت على العراق بسبب المواد الكيماوية والحروب وهاي الأمور اللي تؤدي إلى إصابة أو تلوث التربة أو البيئة أو الجو بملوثات معينة. هذه هي من أهم الأسباب اللي تصيب الشخص بالسرطان. لكن احنا نتمنى انه دائما الناس تكون في وعي وفي معرفة بهذا المرض وهذا اسباب هذا المرض حتى من انه يتجنبوه. شنو رأيك بهذا الموضوع اليوم لانه كون انه موضوع جدا مهم؟ طبعا نور، اليوم احنا نشاهد الكثير من الحالات اللي تمر بهذا المرض وقل فيها العلاج والمراعاة لذوي هذا المرض. احنا نتمنى ان شاء الله انه نتمنى انه يكون اكيد بالمستقبل يعني نتمنى انه اكو دواء لهذا الداء بالضبط ان شاء الله. اكيد يعني نتمنى هو اكو دواء لهذا الداء، لكن احنا كلنا مثل ما نعرف انه مرض السرطان يعني مرض مو بالسهوله علاجه مثل باقي الامراض، مرض يكون جدا مؤثر نفسيا على حياه الشخص قبل ما ياثر على حياته جسديا. حول هذا الموضوع اكيد مثل ما تعرفون دائما نحضر لكم استطلاع، خلينا نروح نشوف هذا الاستطلاع ونرجع من بعده حتى نتناقش بموضوع حلقتنا اليوم، خليكم معنا. فالحملة كلش حلوة، واحنا دائما نسويها يعني بالكليات مالتنا، نسوي يعني حملات تبرعات ودائما نروح يعني مستشفيات، وهاي فشي كلش حلو يعني نساعد بها الاطفال او الكبار يعني. بالنسبة لي اني اذا صحت الفرصة 1000000% اني راح اساهم واشارك بهذا الموضوع، واتمنى يعني الكل يشارك وتدعم هالموضوع للقضاء على مرض السرطان. نعرف هي اثار الحروب وغيرها اسباب مرض السرطان واللي انتشر حاليا. طبعا انا وحده من الناس فتحت ملف بالامراض السرطانيه الجديد اللي فتح قرب مستشفى العلويه، وانصح كل امراه ان تروح تفتح ملف ابتكار السرطان المبكر اللي هي ما تاثر اذا كان عندها سرطان، بس الاطمئنان، واذا اكتشفوها مبكر راح يكون يعني علاجه اسرع مما يتفاعل مع الجسم. والله يعني هاي الفرق يعني كلش يعني شيء مهم بمجتمعنا العراقي هذا، وال يعني انا كلش كيف انه اشارك وياهم، ويعني مره همي انا صار موقف وياي انه جوي فرق يعني بدون ما يبينون انه هم مساعده، فقالوا احنا نريد مساعده وهيك شيء، فساعدناهم وراها بعدين طلعوا كاميرات من الصفحه وهاي طلعوا انه هم فرق مال مرضى السرطان، واني ايدهم. اي اكيد اساعدهم، شيء حلو يعني ساعدهم، يجوز ترفع من معنوياتهم، يجوز تساعدهم بهواي امور، انا اشوفه كلش حلو الشيء، واذا انا تصير لي فرصه اساعد بهذا الشيء. شنو رايك بالفرق الشبابيه اللي تساعد مرضى السرطان؟ حلو، كلش حلو انه تكون فرق شبابيه اللي تساعد، يعني مبادره حلوه من عندهم. كل انسان يعني ممكن هو مين حط بهذا الموقف، فحلو يجوز فرصه له، يجوز رب العالمين يوقف له شخص يستفاد، اشوفه حلو يعني. المساعده تختصر ماديا او معنويا؟ والله هي ماديا ومعنويا، معنويا حلوه كلش حلوه، ترفع من معنويات الانسان، بس ماديا هم حلو اذا الانسان عنده. اكيد نحن بندعم هالشيء، ما بنوقف بوش الخير. زين شو رايك بهاي الفرق الشبابيه؟ برافو عليهم يعني، كثر خيرهم. اذا صحت لك الفرصه انه تساعدين، راح تساعدين ماديا او معنويا؟ اللي بقدر عليه بساعد فيه انا. اكيد اذا صحت لي الفرصه راح اساعد معنويا وماديا، واذا في مشاريع ثانيه انه راح اساعد فيها.
شو رايك بهاي الفرق اللي تعمل على اساس مساعده مرضى السرطان، فرق شبابيه غير مدعومه حكوميا؟ ما بعرف يعني نظرتك لهم شنو؟ هي فرق شبابيه مستقله تساعد من مدخراتها يعني بدون مساعده حكوميه. ساعد حدا حلو كثير انه الواحد يساعد بدون ما انه حدا يوجهه او حدا يعطيه رايه، حلو الواحد يساعد منه لحاله. اي طبعا يعني انا يعني منيتي اساعد هاي مرضى السرطان، يعني دائما يعني بنفسي لما اشوف يعني صندوق التبرعات مالتهم يعني دائما بقلب قبل يعني اساعدهم. شنو رايك بهاي الفرق الشبابيه الغير مدعومه؟ ايه هو المشكله غير مدعومه، يعني لو مدعومه يعني كان يصير كلش حلو يعني. يعني انا اذا مو موظف مثلا يعني كنت يعني اكيد بهاي الفرقه يعني واساهم به هوايه يعني. يعني هي فكره اول شيء حلوه من ناحيه انه دعم شبابي، روح الشباب بيها تكون اهم شيء انه بيها تساهم انه يحسون اكثر بالاطفال اكثر مما احد ثاني، يساعدون بشكل مادي، يساعدون بشكل معنوي، زياره المستشفيات، زياره دور الايتام اللي تكون بيها هم هذا النوع. الشيء الحلو بيها انه الاطفال راح تكون اول شيء سعيده، يعني الطفل يكون بحالة المرض هاي محتاج ولو كلمة ولو ضحكة انه احد يشجعه انه يكون مقبل على الحياة بشكل فرح، ولو هي اخر ايام مثلا، ولو يعني ان شاء الله يعني الله يشفيه كلهم. بس اكو حالات صعبة. اذا صحت لك فرصة انه تساعدين، راح تساعدين ماديا او معنويا؟ ماديا اهم. معنويا يعني أنا أحكي عن نفسي لأنه ما شاركت بشكل معنوي، ما صحت لي الفكرة أنه أكون أشارك بشكل معنوي، شاركت يعني هو واحد ما يحكي، بس كان شيء حلو أنه يعني فكرة أنه كنا شباب، كنا طلاب كلية، مساهمتنا كانت بدعمهم، هم كان عندنا مساهمات أنه تبرع بالدم اغلب شيء، ساهمنا بهذا الشيء، ساهمنا بشكل مادي. الشكل المعنوي كان انه هو زياره المستشفيات، هذا انا ما صحت لي الفكره انه اشارك به.